يا الله صباح خير. اليوم يومكم، اليوم طلعتكم من سافروا أهلي وما شافوا الشارع يا عمري، رحمتهم مرة. فقلت بما أنه صديقاتي مشغولات وكذا فخليني أطلعهم فرصة أوديهم مكان يتمشون فيه وبس. والله تبون تروحون مشوار؟ مشوار رايحين مشوار. قعدوا عاقلين مو تجننوني، فاهمين؟ فاهمين؟ ما تجننوني يا ويلكم. شفتهم بارك ما في اللحنة، المساحة لكم، عيشوا حياتكم. تعال تعال، يلا 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 مارلين، يلا 1 2 3 جو. جود باي جود باي. هذه النفسية جبتها عشان تلعب ما غير متلزقة بشبوك. ميلا اللعبي اركضي سوي شيء، ثقيل الطينة، استغفر الله، انت حدك فراشك. يلا روحي العبي. جايبتهم اشتري لهم عظم واشياء ادلعهم. اليوم يومكم، ادعوا صديقاتي انهم مو فاضيين اليوم، ادعوا ادعوا. بحط اسم ميلانو على هذه، في اشكال كثير بس احس هذه كذا اغرب واحدة. كيوت صح؟ ها قاعدين يشيكون، اكلهم موجود، اغراضهم موجودة، خلاص مأونة شهر كامل. نحطها هنا، نقفل. طيب بعدين وش اسوي المفروض؟ اوكي يلا الحين المفروض تنحط لي عليها اسم ميلانو الجميل. يمديني اشوف؟ شايفين؟ وناسة خلاص. بيتك بيتك، من الساعة كم طالعين؟ شوف الساعة كم الحين، شهرين قدام ما في طلعة. خلاص حللت الطلعة. اللي قهرني لما وديهم بارك ولا شيء ما يلعبون، بس كذا يقعدون. طب ايش الفائدة من الطلعة؟ ليش تبون تطلعون؟ احلى شيء صراحة من طلعتهم لما اطلعهم بس يرجعون البيت في لحظة صمت، عرفتوا؟ من غير شر يعني، ينهد حيلهم بالطلعة وخلاص ينامون. ما اسمع صوت زهج ميلا، خاصة ميلا جيها كذا فجأة حالة اغماء. خليني اوريكم اشتريت ملابس ميلانو للشتاء. واخروا اسمع، واخروا 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 بس عشان اوريهم. شريت هذا زين، شريت هذا، شوف شون كيوت شايفين. وبعد شريت هذا الجاكيت، يا واخروا شوي خليني اوريهم، شايفين مرة كيوت الجاكيت هذا. شريت له بعد هذا، وشريت له دقيقة هذا الشيء الكيوت، هذا كنت مقيسته إياه عشان كذا شايفين. وبعد هذا الأرنوب، وبعد هذا ثعلب، وشريت له بعد هذا شايفين، وشريت له هذا حق كيناين بس عجبني، حلو لونه يطلع عليه، وكور عشان يلعب. وبعد جبت هذه اللعبة الميلة، هذه الميلة، هذه الميلة، ميلة ميلة حقت ميلة، حقت ميلة، حقت ميلة، ميلة هذه عشانك ماما، خذي خذي خذي، ما تبي تتركها يلا خذها فكنا. الزبدة اللي يقولون لي كالعادة ليش بس تشتري الميلانو؟ خليني أوريكم أوريكم بس لما البس هذولي ايش يطلعوا، لما البس ميلانو ايش يطلع، اوكي؟ عشان ما ترجعون تسالوني نفس السؤال ثاني مره. شوفوا اللبس على ميلانو، طبعا ميلانو مو محلق الحين، المفروض انه يكون محلق عشان يكون اللبس عليه احلى، بس شوفوا شلون اللبس على ميلانو، وشوفوا شلون اللبس عليهم. شايفين زوائد من كل مكان؟ ما ينفع. مارلن 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 تعال تعال، شوفوا شوفوا شلون يفشل اللبس عليهم، يعني عليه ارتب لانه هو محلق. شوف ايش هذا.
لحظة أوريكم ميلا. شوفوا شلون منتفة. قومي قومي وريهم، قومي وريهم شكلك، قومي قومي وريهم شكلك كنتي لابسة عشان يقتنعون. إيش هذا؟ معليش مرة يفشل يعني، فرق بين على ميلانو لأنه محلق وعليه شوفوا كنا معضل. شوفوا الفرق، مرة فرق، لأن شعرهم طويل ما يناسبهم اللبس، لو محلقين زي ميلانو أقدر إني ألبسهم. يلا تعال مايلو، يلا تلعبون 1 2 3 جو. مين يصيدها أول؟ جود باي مايلو، جود باي. يلا مرة ثانية 1 2 3 جو. جود باي ميلانو، جود باي. جيبها هنا 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 ميلانو هنا. يلا مستعدين مستعدين 1 2 3 جو. طقوا، يلا خذوها، احد ياخذها. جود باي مارلين. اللي يقولون لي طيب حلقين لهم هذا شعر ما شاء الله يتحلق، حسافتهم ما شاء الله احلى ما فيهم شعورهم. ميلانو نوع شعره يختلف عشان كذا احلق له، نوع شعره زي كذا ما ادري خروف يعني خشن شوي، هم ما شاء الله شعورهم ناعمه حلوه عرفتوا، فما احلق لهم عشان لبس طبعا. حسافتهم حسافتهم مخداتي. لا ما شاء الله تبارك الله. كلوسة كلوسة ما شاء الله ما شاء الله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد، نعطيك عين على كروشتك. طلع عليها فلتر. وي وي. بما أن الجو بارد فقررت أسوي سحلب، بس كيف أسوي السحلب؟ لازم نقرأ هنا وش يسوون. أفرغ محتوى الظرف مع 4 أكواب من الحليب البارد في مقدار مقدار للطبخ، قصدهم قدر يمكن. طيب يوضع المزيج على نار خفيفة ويحرك باستمرار حتى يعني زي المهلبية أتوقع، ولا نجرب. الله يسلم. نحط 4 أكواب حليب، هذا كوب. نكمل، خليني أحط 4 أكواب. طلع ظرف كبير، أحسه مرة كثير، بس انه عادي بسويه. هو احنا بالعادة نشربه حار، بس عادي بحط الباقي في الثلاجة واكله بودينج يعني. يا اخي البرد يجيب الجوع، فبدل ما نقنق على شيبس وكذا فقررت اني نقنق على السلري اللي هو الكرافتس، مفيد بشكل مو طبيعي وفيه كمية حديد ما تخيلون قديش، فكثروا من الكرافتس ولا تاكلوا خس. ما نسيت السالفة للحين، قد انتظر 4 أيام يخلصون، بشوف بمرض ولا ما بمرض.